بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to you all, and I wish you are all in best condition. Our lecture today is about how to take the history and how to do the mental state examination for a psychiatric patient. يعني احنا النهاردة هنشوف ازاي احنا بنعمل الانترفيو للسايكاتريك بيشنت, للمريض النفسي, whatever his diagnosis. احنا عارفين طبعا ان هي انتوا اخدتوا خلاص الانواع بتاعت الامراض النفسيه, عرفنا ان انها متنوعه جدا, بتختلف من بتتراوح ما بين العيان السايكوتيك اللي هو بنقول عليه عنده مرض ذهاني اللي هو زي السكيزوفرينيا او المانيا, المرضى اللي هما ما بيكونش عندهم انسايت وما بيكونش عندهم اعتقاد ان هم مرضى, وبالتالي بيبقى جاي على اساس ان هو واحد عادي, او في المرضى التانيين اللي عندهم anxiety disorder او obsessive compulsive disorder, فوبيا, وده بيبقى حاسس بالتغيرات اللي حصلت له وبيجي يشتكي هو بنفسه من الاعراض وعاوز ان هو يرتاح منها وياخد لها علاج. وفي انواع تانية طبعا كتيرة جدا من الامراض النفسية بغض النظر. ده الفورم بتاع الانترفيو اللي بيتعمل mostly للسايكاتريك بيشنت, اللي هو من خلال history taking and mental state examination. وهنلاحظ طبعا واحنا بنتكلم ايه الفروق اللي ما بين الطريقة اللي انا بوصل بيها الدياجنوزس في المريض النفسي واختلافها من الطريقة اللي بوصل بيها الدياجنوزس للمريض الباطني او الجراحي او الجلدية او اي حاجة تانية. هنشوف الفروق دي, وعشان كده هنعرف احنا ليه بنركز على فكرة الهيستوري تيكينج والمنتال ستيت اكزامينيشن. دي الكونتاكت انفورميشن بتاعتي, واهلا بيكم في اي وقت الاستفسارات. الليرنينج اوتكم بتاعتنا في this lecture, أول حاجة to recognize how to approach the psychiatric patient, to be aware about differences in the interview with the psychiatric patient versus the medical patient, to assimilate, نستوعب ونفهم كويس the important points in history taking in psychiatry. Number four, to learn how to assess the different psychological functions through the mental state examination. كمان to know about some diagnostic aids that can be used. يعني أحيانا بنستخدم بعض الدياجنوستيك ايدز زي الأشعات أو اللاب أو زي ما هنشوف تساعد في بعض الحالات في الدياجنوسيس. Lastly, to recognize how to approach patients with special psychiatric conditions. Okay, بعض الحالات بتبقى أصعب من التانية, فبالتالي بنبقى محتاجين هنا إن احنا يعني نعرف ازاي to approach the difficult patients دول. ده هنا example من خلال case scenario عشان نعرف احنا بنتكلم على ايه, يعني ايه لما باجي اخد history ببقى عايزة اسأل على ايه او اسمع ايه. A 28 year old banker described a persistent fear of speaking in public. واحد عنده 28 سنة بيشتغل في بنك, يعني معنى كده ان هو بيتعامل مع الجمهور, ومع ذلك بيجيله أو عنده persistent fear, خوف دائم of speaking in public, إن هو يتكلم قدام ناس, يتكلم في مجموعة. ودي على فكرة موجودة عند ناس كتير جدا وبدرجات, موجودة منتشرة يعني. Although he doesn't have difficulty with one-to-one situation, لما بيتكلم مع واحد بس ما عندوش أي مشكلة, لكن بيبقى extremely anxious, متوتر جدا, لما بيتكلم to a group, لما يكلم مجموعة. worrying, بيبقى عنده ساعتها قلق that he will be humiliated, الآن لحسن يتهان أو يتهزأ, إن هو هيتلقلق هيتهته, فيبقى كده إيه الناس هتضحك عليه, أو إن هو هيقول كلام ملخبط. بيبقى ده إحساسه, بيبقى ده تصوره عن نفسه ساعتها, فعشان كده بيبقى عنده worry, يعني قلق شديد قوي لحسن يبقى humiliated, يعني يتهان أو يتهزأ أو كده. He relates one episode when he was forced to speak at the last minute, which resulted in his experiencing panic, shaking, abdominal cramps, and a fear that he would urinate on himself.
هو بيربط ده بان هو مره اجبر على ان هو يتكلم في لحظه هو ما كانش مستعد ليها خالص، يعني هو ما كانش عامل حسابه انه هيتكلم، ومثلا حد ساله رايك ايه فاضطر ان هو يتكلم، فحس بقى ان هو بانيك يعني مرعوب، شيكينج جسمه بيتهز، ابدومينال كرامبس، عنده مغص شديد في جسمه وتقلصات في بطنه، وفير وخوف من حتى ان هو متهيأله ان هو هيعمل على نفسه that he would urinate on himself. Because of this problem he has been held back from promotion at his place of employment. بسبب مشكلة ان هو ما بيعرفش يتكلم كويس in public ده اخره في الترقية لما بيعملهم دورات وبيحاول ان هو يعني بيتمرنهم على سكيلز معينة، فهو كان مش قادر يعدي المشكلة بتاعت ان هو to speak in public، وبالتالي ده اخر له الترقية. يبقى معنى كده ان انا اللي هفهمه هنا من السيناريو ده ان انا عندي دي مجموعة الاعراض اللي هو البيشنت جاي يحكي عنها، خوف، anxiety، worrying، shaking، abdominal cramps. abdominal cramps وshaking دي ممكن تكون تشبه اعراض عضوية، يعني ممكن زي اللي عنده مغص لأي سبب من الاسباب، فهي هنا لكن هي هنا سببها الانكزايتي. وازاي ان الاعراض دي مش بس انها مجرد ان انا خفت وترعبت وحاجات كده، لا، المشكله الكبيره انها اثرت على حياتي، اثرت على الفانكشن بتاعي، وخلتني ايه اتاخرت عن الترقيه بتاعتي. ده كده مثل لحاله جايه لنا في العياده وبتتكلم، ودي امثله للشكاوي والكومبلين، وهو دي الحاجات اللي احنا بنرجع نترجمها لا سيمتومز وغير الساينز اللي انا هطلعها بالمنتال ستيت اكزامينيشن. فده كده كاكزامبل. نيجي بقى للليرنينج اوتكمز بتاعتنا. اول حاجه هاو تو ابروتش ذا سايكاتريك بيشنت. طبعا سايكاتريك بيشنت وات ايفر الدايجنوزيس بتاعه، هو منتمي للسايكوزس ولا انكزايتي او فهو بيبقى جاي محتاج جدا البرايفسي، محتاج ان هو يحس ببعض الخصوصيه، ان هو في اوقات كتيره بيتكلم على اسرار، او بيحس ان هو بيتكلم عن حاجه تخصه قوي. لما العيان بيتكلم عن ان هو بيخاف، انه بيتوتر كده، دي حاجه خاصه بيه، هو ساعات بيبقى حاسس انها حاجه شينفول، فبالتالي بيبقى محتاج قوي البرايفسي، والمكان يبقى كايت ومريح علشان يتكلم براحته. السايكاتريست هنا has to gather vital information. هو محتاج الكلام اللي العيان بيقوله في الهيستوري ده من خوف وقلق، وبدأ امتى وبدأ بعد ما حصل ايه، والكلام ده كله ده يحتاج فعلا ان تبقى القعدة كومفورتابل عشان السايكاترست يقدر يطلع من المريض المعلومات اللي هو محتاجها اللي هو هيستخدمها بعد كده للدياجنوزس، وبالتالي يحدد نوع التريتمنت. في الفيرست ميتنج مع البيشنت السايكاترست must establish a significant rapport with the patient. يعني ايه رابور؟ رابور اللي هو الود اللي يبقى موجود مع المريض، ان يبقى فيه تناغم، يبقى فيه compassionate. يعني ايه compassionate دي؟ ان هو يكون متجاوب مشاعريا مع المريض، يبقى اكنه حاسس باللي المريض بيقوله. يعني المريض بيتكلم عن ضيقه، عن خوفه، عن احساسه بالريجكشن، احاول ان انا افهم الإحساس اللي عند المريض برضو بغض النظر عن آرائي الشخصية أو مواقفي الشخصية أو كده، لكن أنا هنا مع المريض مفروض أكون non-judgmental وcompassionate. وبالتالي لو أنا قدرت أكون كده هقدر إن أنا أرسي التراست، الثقة بيني وبين المريض، واللي دي اللي هتساعد يعني إن إحنا نوصل لmore productive interview leading to accurate diagnosis and effective management plan. يعني ده بمناسبة بس ان هو كان دايما بيعتقد ان ده الشكل المعتاد بتاع السايكاتريك انترفيو، ان البيشنت ينام على الكاوتش والدكتور يقعد قدامه كده، ده طبعا خاص بحاجة اسمها سايكو اناليسز، بس حاجة وان تايب من السايكوثيرابيوتيك تكنيك اللي عندنا من انواع العلاجات النفسيه. لكن في الحقيقه اللي بيحصل ان ده بيبقى غالبا الشكل، دكتور عادي قاعد ورا مكتب بسيط والبيشنت قاعده هي وهم قاعدين فيسنج ايتش اذر، وطبعا الاي كونتاكت مهم قوي ان هم باصين لبعض. ساعات في ناس بتعمل القعده بالشكل ده
بس دي ما بتبقاش قاعدة الانترفيو الأولانية اللي أنا لازم أكتب فيها كل حاجة، دي ممكن تكون في الفولو أب بعد كده أو في بعض أنواع السايكوثيرابي. تمام، ده كده حاجة على الماشي يعني. طيب نيجي بقى نشوف، طيب هو إيه الفرق ما بين السايكاتريك انترفيو والميديكال انترفيو؟ الاتنين يستلزموا البرايفاسي وكوايت بليس during الانترفيو. يعني ايه؟ يعني في الحالتين انا محتاج ان المكان اللي انا بقعد فيه مع العيان يكون فيه نوع من البرايفسي. طبعا احنا يعني ممكن يكون فيه في اماكن زحمه زي المستشفيات الحكوميه بتبقى كلها جماعيه وكده، بتبقى العيادات زحمه جدا، لكن بقدر الامكان بحاول وانا بتكلم مع المريض ما يبقاش مثلا فيه ثلاث ممرضات واقفين مثلا عاوزين يمضوا مني حاجه، وفي مريض تاني جاي يسالني على حاجه. لا يعني في اللحظة اللي أنا أو في الخمس دقايق اللي بكلم فيها مع المريض يبقى بقدر الإمكان مفيش غير المريض وممكن one nurse بس، مفيش داعي للزحمة العجيبة يعني. برضو يعني ده كمان في الميديكال، مش بس السايكاتريك، لا ميديكال وسايكاتريك. طيب برضو in both interviews في الاتنين الدكتور has to listen well to the patient complaint، يعني سواء ده عيان ميديكال او عيان سايكاتريك الدكتور لازم يسمع كويس ويبقى compassionate سواء هنا او هنا، سواء في الميديكال او في السايكاتريك، and gain his trust. طب الهيستوري تيكينج مهمه جدا في الحالتين وتشمل تقريبا the same item، تقريبا يعني في فروق بسيطه. ليه؟ لان برضو في الميديكال بيشنت الهيستوري بتبقى شديده الاهميه في ان انا افهم الحاله دي ايه. هيفرق معايا قوي لو انا خدت الموضوع على اساس ان هو الكومبلين دي لسه حاصله امبارح ولا هي بقالها 7 شهور وبتتكرر كل شويه. فسواء في الميديكال او في السايكاتري الهيستوري في منتهى الاهميه. الاكزامينيشن بقى هي اللي ديفرنت. الاكزامينيشن في الميديكال او في الفيزيكال اكزامينيشن بتبقى طبعا زي ما احنا عارفين كده، في اوبزرفيشن، في بالبيشن، بنحس حاجه بايدنا، بنعمل بيركاشن اللي هو بنخبط كده بصابعنا على ايدنا التانية على مثلا بطن العيان او صدر العيان عشان نسمع حاجة معينة، بنسمع بالسماعة، بنقيس الضغط. كل الحاجات دي بتبقى ذات اهمية قصوى في العيان الميديكال علشان اوصل للدياجنوزيس بتاعه. تمام، في السايكاتري بقى لا، السايكاتري انا الاساس عندي بيبقى ان انا بلاحظ في العيان حاجة معينة في طريقة كلامه، بسأله أسئلة معينة فيرد عليا وعلى حسب ردوده أنا بتوصل للساينز اللي موجودة عند البيشنت ده. فيبقى أنا هنا بجمع السيمتومز والساينز من الأوبزرفيشن للبيشنت لكلامه لشكله الفيشيال إكسبريشن اللي موجودة، إيه التعبيرات الباينة على وشه، الرياكشن بتاعه الايموشنال رياكشن، المشاعر بتاعته ازاي بتتنوع على حسب ما انا بنتكلم او على حسب ما هو بيحكي حاجه. فملاحظتي هنا لكل الحاجات دي بالاضافه لردوده على الاسئله اللي انا بوجهها له، كل ده هو اللي بكون منه السيمتومز اند ساينز اللي بقدر بيها اوصل لدايجنوزس، اللي بوصل بيها لتشخيص. طب معنى كده ان انا ما بعملوش فيزيكال اكزامينيشن ابدا؟ لا، بعمل. انا مهم قوي في العيان بتاعي اعمل اشوف طبعا البلس والبلاد بريشر واسمع صدره واجزامن الابدومن اطمن ان مفيش بالبابول ليفر او كده. وفي الهيستوري زي ما هنشوف هنلاقي فيه جزء خاص بالميديكال سيمتومز، لان ده مهم قوي، ممكن قوي تكون فيه اعراض، يكون فيه مرض عضوي هو اللي مسبب الاعراض النفسيه، وممكن يكون في مثلا تعب في الليفر مثلا في الكبد يخليني وانا بكتب، وهو العيان عيان سايكاتري بيور ما هوش عيان اورجانيك، لكن ده يخليني افكر ان انا اعمل له ليفر فانكشن واطمن على الليفر لحسن بعدين يكون في ديستربنس. فده يخليني ان بعض انواع العلاج ما اديهاش للمريض ده، او كلى مثلا كيدني فانكشن اعمل له كرياتينين اطمن ان الكيدني شغاله قبل ما اديله ادويه معينه. طبعا مش لكل المرضى بقول لهم اعملوا كرياتينين واعملوا ليفر فانكشن، لكن ده لما يكون في الهيستوري في حاجه، او يكون العيان مثلا اولد ايج فاقلق فاقوم اقول له لا يعمل. طيب
الانفستيجيشن بقى، الانفستيجيشن هنا زي ما بنقول كده الانفستيجيشن اساسيه طبعا للميديكال بيشنت حاليا علشان اوصل لدايجنوزيس، يعني ابتداء من يورين وستول اناليسز، لناخد اي سي جي، ليفر وكيدني فانكشن تيست، يعني عند للاشعاعات بقى شيست اكس راي سي تي ام ار اي كل انواع الاشعاعات. وطبعا ما بعملش للمريض الواحد كل الحاجات، بس على حسب الحاله بتاعته وايه نوع الانفستيجيشن اللي هتفيدني، سواء لابوراتوري او راديولوجيكال، سواء معمليه او اشعاعات، فانا هنا بطلب من المريض ده في الحاله الميديكال. طب وعندنا في السايكاتري برضو نفس الحكايه، لو انا حسيت ان العيان ده هو يحتاج مني ان انا اعمل مثلا، انا شاكه ان السيمتومز دي تمشي كده ان في او توحي بان في مشكله في البرين، اقوم هنا اطلب من العيان هو يعمل ام ار اي او سي تي على البرين مثلا. حسيت ان انا حسيت ان الليفر بالبابول وشكه كده ان هو ممكن يكون الليفر هو اللي عامل المشكله، وخصوصا ان كل السايكاتريك سيمتومز ما ظهرتش غير حسب الهيستوري غير بعد ما الكاب تعب، فاقوم انا هنا لا اطلب بقى الترا ساوند على الابدومن وعشان اطمن على الليفر وبقيه الاورجانز، وكمان اعمل ليفر فانكشن وكيدني فانكشن. لو لقيت ان ليفر فانكشن بايظه قوي ده انا هنا ممكن افكر ان دي الحاله دي اساسا اورجانيك، وانا هنا ابقى محتاجه جدا العلاج واوجهه ان هو يروح لعيان يروح لدكتور بتاع كبد وهكذا يعني. فيبقى الانفستيجيشن هنا على حسب الحاله، لكن ساعات في حالات بتبقى ستريت فورورد والعيان يانج ايج وما فيش ميديكال هيستوري خالص، وانا فحصته ولقيته ما فيش فيه اي حاجه، لا ما بطلبش منه انفستيجيشن ولا حاجه في الحاله دي. نبدا بقى في المواضيع الاساسيه بتاعتنا وناخد ايه الهيستوري تيكينج. زي اي شيت في الميديسن الهيستوري بتبقى عباره عن النقط دي، الايدنتيفاينج داتا اللي هي الاسم والسن ومكان السكن والتعليم والحاجات دي، الشيف كومبلين الشكوى الرئيسيه بتاعه المريض، وانا هنا عندي في السايكاتري بكتبها لازم زي ما العيان قالها، يعني بكتبها بالعربي، بكتبها بالعربي زي ما المريض قالها، حتى لو كانت غريبه، حتى لو كان كلام مش مفهوم لازم اكتبها زي ما العيان قالها، لان الكلام اللي مش مفهوم ده ممكن يبقى يعتبر بالنسبه لي سيمتوم مهم بيساعدني في التشخيص. طيب لو العيان ما ردش عليا، ساعات في عندنا مريض ما يتكلمش خالص، ما يردش عليا خالص، اكتب هنا ان المريض رفض الاجابه او الحديث. طيب بعد كده بيبقى الهيستوري اوف بريزنت ايلنس، باست سايكاتريك هيستوري، باست ميديكال هيستوري، current medical status including medication allergies. يعني ايه؟ يعني وانا باخد الهيستوري للعيان السايكاتري انا بسال زي ما شفته كده الباست ميديكال هيستوري، في تاريخ مرضي سابق لحاجه باطنيه او عمليات او كده، وبرده بسال على الحاله الحاليه بتاعه المريض. هتفرق معايا زي ما قلنا، ممكن تساعد في التشخيص، ممكن تخليني في العلاج ابقى كوشس من ان انا اكتب ادويه معينه. الفاميلي هيستوري وهنتكلم عليها، والسوشيال هيستوري. طيب اول حاجه اوف بريزنت ايلنس، الباست هيستوري بتبقى فيها معلومات عن الكرونولوجيكال اكاونت اوف باست سايكاتريك بروبلمز او ايبيسودز، اند اف ذا بيشنت بيز لاين اوف منتال هيلث واز اتيند. يعني ايه؟ يعني باخد الباست هيستوري بتاعت السايكاتري برضو كرونولوجيكال. نفترض مثلا ان العيان اللي احنا قلنا ان هو ما بقاش ينام، اللي قلناه في الهيستوري بريزنت ايلنس ان هو بدا بانسومنيا وان هو بقى بيتكلم كتير والحاجات ده هي. طيب العيان ده هو حصل له ايبيسودز شبه دي قبل كده؟ لو فيها نقول، لو فيها نقول ولو ما فيش ممكن نقول برضو نقول no past history of similar episodes. تمام؟ طيب نفترض ان العيان ده هو دلوقتي كده، لكن هو بيقولوا اما سألت العيان او سألت اهل العيان قالوا لي ان هو من سنتين
كان بطل يتكلم مع الناس وكان قاعد في الأوضة وقفل على نفسه، وكان طول الوقت بيقول لهم ان هو خلاص عارف ان هو هيموت وعشان كده ما بياكلش، وان مفيش داعي ياكل لان هو كده كده هيموت. وفضل في الحالة دهيت مثلا اسبوعين ثلاثة، او ان هو مثلا راح لدكتور واداله علاج للاكتئاب واخده بقى كويس. يبقى انا هكتب كل الكلام ده في الباست هيستوري، هكتب الاعراض اللي كانت عنده، وهكتب لو كان دخل مستشفى او لا، اخد ادوية او لا، اخد اي سي تي اللي هي العلاج بجلسات الكهرباء ولا لا. بتكلم على كل الحاجات دي، تمام؟ كل ده في الباست هيستوري. مهم قوي كمان لما انا اقول ان العيان كان تعب من مثلا من سنتين، اقول هو لما اخذ العلاج اتحسن ورجع لشغله ورجع لحياته الطبيعيه، ولا فضل فيه بعض الاعراض اللي موجوده. ده ليه مهم عندي ان انا اتكلم على حته ان هو if the patient baseline of mental illness was attained. ليه؟ علشان هو ده بيفرق معايا في تشخيصات كتير، ان هو كان في وقت المريض طبيعي او شبه طبيعي، ودي انتوا هتشوفوها في التشخيصات اللي هي زي المانيك والميجور ديبريشن. بتلاقوا ان العيان بيبقى المرض بيجيله زي ايبيسودز، وان بتوين بيبقى تقريبا ما فيهوش حاجه، عشان افرقه من امراض تانية زي السكيزوفرينيا او سكيزو افكتيف ديس اوردر. في الامراض ده هي بتبقى الحكايه شبه كونتينيوس، حتى لما العيان بيتحسن بيفضل فيه تاتش، يعني ممكن يتحسن ويرجع شغله ويمارس حياته، لكن بيفضل فيه حته كده مثلا في الايموشنال رياكشن او كده تفضل موجوده شويه، فدي بتفرق معايا في الدايجنوس. وزي ما كنت قلت لكم ان احنا بنسال كمان على الباست ميديكال هيستوري، وده مهم جدا. يعني الباست هيستوري يشمل السايكاتريك والميديكال. طب الديفلوبمنتال هيستوري اللي هي بقى انا البيشنت من هو صغير كانت في اي اعراض او في اي اختلافات ظهرت عليه ولا لا. يعني بمعنى ايه؟ مثلا لو انا عندي الوقت المريض اللي قدامي ده عنده 14-15 سنة، وجاي مثلا ان هو بيهرب من المدرسة ومتعب جدا ومرضيش يكمل يروح المدرسة وحاجات زي كده، بسأل بقى على وانا شاكك كده شوية ان ده ممكن يكون mental subnormal، ولا هو ده حاجة من اللي احنا بنقول عليها conduct disorder، ممكن تبقى في الأطفال اللي هو فكرة ان هو ما بيسمعش الكلام ودايما يعمل مشاكل ويهرب من المدرسة وحاجات زي كده. فبيجي هنا أسأل على الهيستوري بتاعته من ساعة الولادة، أو حتى يمكن من ساعة ما كانت والدته حامل فيه. يعني هو مثلا لو الأم موجودة بقولها كنت خدتي أدوية وانت حامل فيه ولا لأ. طبعا لو الأم مش موجودة مش هسأل السؤال ده، بحاول أعرف برضو من الأم أو الأب لو موجودين هو والولادة بتاعته كانت فيها مشاكل، لأن ساعات لما بتبقى prolonged labor أو difficult labor بتسبب إن يحصل برين أنوكزيا، بيبقى فيه نقص في الأكسجينيشن بتاع البرين لفترة، فممكن يأثر على نمو الطفل. بسأل عليه وهو صغير وهو بيبي، يعني إن هو مثلا اتكلم في وقت عادي، ان هو المشي كان في السن العادي، كنترول بتاع اليورين والستول في الاوقات العاديه ولا لا. ده بيديني هنت هو يا ترى في احتمالات هنا منتال سب نورماليتي، او اللي هو التخلف العقلي اللي هو يتاخر في القوه العقليه والذهنيه بتاعه الطفل، فبيبقى ايه بيديفلوب الحاجات دي كلها متاخر عن اقرانه يعني. فهنا ده بيبقى مهم ان انا اسال عليه على المراحل الاولى في الحياه. يا ترى مثلا وهو طفل كان مثلا كتير يقعد يقرقط في ضوافره، يمص في صبعه لغايه مرحله مثلا 6-7 سنين، حاجات كده يعني. دي بتبقى مع العيانين اللي هم بقى عندهم انكزايتي بعد كده او اوبسيشن، بنلاقي في الهيستوري بتاعهم بيبقى فيه حاجات من دي. بسأل برضو عن اهتماماته الحالية، ودي بتفرق برضو في حاجات. ان انا اعرف مثلا هو غاوي بيقضي وقت
يعني وقت الفسحة بتاعه في ايه، او وقت الفراغ في ايه، قاعد طول الوقت على طبعا دلوقتي كل الناس قاعدة طول الوقت على الكمبيوتر او على الموبايل يعني في ايدها او الايباد او كده، لكن يا ترى مثلا في رياضة، بيلعب رياضة معينة، بيحب يخرج مع اصحابه، ولا دايما بيحب قعدة البيت؟ يعني بسأل عن طباعه والهابتس اللي هي العادات بتاعته، وهو غاوي ايه وكده، في الاوقات اللي هو قبل ما يتعب، قبل ما يتعب يعني، مش مع بداية التعب، لا قبل ما يتعب، كانت ايه طباعه، كان بيحب يعمل ايه وكده. في المنتال ستيت اكزامينيشن انا بعلق على مجموعة السيمتومز دي، او مجموعة الفانكشن دي، السايكولوجيكال فانكشن دي، ابتداء من الابيرنس، المظهر بتاع المريض بتاعي، تصرفاته، البيهيفير بتاعه شكله ايه، المود اللي هو المزاج، الافكت المشاعر يعني زي ما هنشوفها كده، او التفاعل بتاع المشاعر، السبيتش الكلام، يعني العيان يتكلم كده انا بطلع من ده سيمتومز كتيره جدا زي ما هنشوف، البرسبشن اللي هو الادراك، برضو هنشوف كل حاجه من دي بالتفصيل، الصوت، التفكير، صوت بروسيس، عمليه التفكير نفسها، والصوت كونتنت، محتوى الكلام، السنسوريوم اللي هو ان انا بحكم بيه على الالرتنس بتاع المريض، والكوجنيشن، انسايت، البصيره، الجادجمنت، قدرته على الحكم على الامور، سويسايدال والهوميسايدال ايديشن، في بعض المرضى طبعا بتبقى حاجه مهمه جدا ان انا اسال عليها. نبدأ بأول نقطة اللي هو الأبيرانس، الأبيرانس اللي هو المظهر بتاع المريض هنا شكله إيه، ليه بقى، ليه أنا بيبقى مهم عندي أعلق على كلوزينج، على لبسه، هايجين، نظافته، البوستشر، الوضع اللي هو واخده، جرومينج، الإكسبريشن اللي وشه واخدها. لما هتاخده بعد كده إن شاء الله الأمراض مرض مرض، هتلاقوا الحاجات دي بتفرق معانا كتير جداً. اما يدخل عليا واحد لابس هدوم يعني اقول مثلا ايه، جايلي بالبيجامة تمام وبشبشب في رجله، لو هربط ده مع البيرسونال او الايدنتيفيكيشن داتا اللي انا خدتها في الاول، هو المريض ده بيشتغل مثلا انه بيبيع غاز البنات في بتاع عند اشارات المرور، لو كده يبقى الكلوزنج ده عادي انه جاي ببيجاما وبشبش مش مشكله، لكن لو ده مثلا دكتور، لو طالب في الجامعه، هيبقى عادي ان هو يجي لي بالبيجاما والشبشب؟ لا، على طول هيبقى ده مش عادي، وهبتدي انا هنا افكر ان العيان ده مش مدرك بالرياليتي بتاعته، ما عندوش احساس بالرياليتي، ان هو المفروض بالواقع، الواقعيه بتاعه السيتويشن، بتاعه الوضع اللي هو فيه، فلان هو المفروض لما جاي يقابل الدكتور او رايح مستشفى او خارج من بيتهم بصفه عامه ان هو يبقى لابس، ما يبقاش بالبيجامه والشبشب. الهيجين اللي هي النظافه، ونفس الكلام ينطبق عليها، بحطها كده جنب بقيه المعلومات اللي عندي على المريض ده، البوستشر بقى بتاعه والوضع بتاعه. احنا يعني عارفين اللي قاعد ده بيبقى المفروض قاعد له شكل معين، يعني بيقعد بصورة معينة، انما مثلا لو انا لقيته مديني ظهره، او مثلا قاعد وباصص في حتة تانية، او ان هو قاعد ومثلا حنى رقبته بشكل يعني اكيد هيوجع رقبته وما بيغيرهاش، يعني يفضل كده بالشكل ده، طب من هنا هيبقى ده بوستشر غريب بالنسبة لي، يعني ان هو ازاي يفضل كده ومستحمل الالم ده. الجرومينج، الفيشل اكسبريشن اللي عليه، قاعد مثلا مكشر على طول، مبتسم بدون لازمة خالص، بيعمل حركات بوشه، بيكشر ويفرد تاني وحاجات كده، كل ده بعلق عليه، ولما هتاخدوا الامراض هتعرفوا ايه اهمية كل حاجة من دي بالنسبة للامراض اللي هتاخدوا. البيهيفير، التصرف بتاعه، مثلا في مانيريزم، في حركه معينه هو بيكررها، مثلا في عيان مثلا كان يقعد ايه، اول ما يبدا اي كلمه يقوم مسقف قبلها، ده اسمه مانيريزم، اللي هو بيكرر حركه معينه،
التكس اللي هي بتبقى حركة لا إرادية بتطلع مثلا من وشه، اللي هو مثلا زي اللي بيغمز، أو مثلا يمد بقه كده ويرجعه تاني، دي بنسميها تكس، بتبقى حاجة حركة غير إرادية وبتفضل تتكرر من المريض. الاي كونتاكت، هو باصص لي عيني في عينه كده ولا بيكلمني وهو باصص في حتة تانية، باصص للسقف، متجنب ان هو يبص، يبقى في اي كونتاكت، كل ده بعلق عليه. الاتيتيود بتاعه بقى معايا كوبراتيف، يعني هو متعاون بيرد عليا كده بتكلم معاه عادي، ولا هو واخد موقف هوستايل مني، جاي شاكك فيا وعنده احساس ان انا متآمر عليه مع اهله اللي جايبينه غصب عنه، فيبقى في عداوه كده، في هوستيليتي. جاردد يعني متحفظ معايا قوي، ما بيتكلمش، بيتكلم بالعافيه، بشد منه الكلمه بالعافيه. سيدكتيف، دي بقى ممكن اشوفها مثلا في بيشنت فيميل صغيره وعندها وجايه مثلا ب كونفرجن، يعني بعض الامراض كده اللي كنا زمان نسميها هيستيريكال، اللي هي بيبقى المهم فيها انها تجذب الاتنشن بتاع الدكتور، او مثلا نوعيه بيرسوناليتي معينه فبتبقى عايزه تشد انتباه الدكتور بزياده، فبتبقى سيدكتيف، يعني بتعمل حاجه زي الاغراء، يعني انها مثلا تكلمه بطريقه معينه، تضحك بطريقه معينه، تعيط بتاثر زياده، حاجات كده يعني ايه اللي بتبقى فيها مصطنعه، وبيبقى الهدف منها انها تخلي الدكتور، طبعا لما هنا بيبقى دكتور راجل وهي فيميل، ان هي الدكتور يتشد لها او يتعاطف معاها بزياده او كده، او ان مثلا اباسيتك ما بيعملش حاجه خالص البيشنت ده. طيب ده مثلا كل ده طلعناه كده، لا كلمت المريض ولا سألته على حاجة ولا حاجة خالص. فنشوف هنا ازاي أهمية الأوبزرفيشن كويس للبيشنت. طلعت هنا بمجموعة من السيمتومز مهمة جدا بتساعدني في الدياجنوزس من غير لسه لا اتكلمنا ولا قلنا أي حاجة. ننقل بقى على السبيتش، جزء منه برضو من غير ما يعني أنا ما وجهتش سؤال ومستنية رد، ده هو انا هنا بعلق على الريت بتاع الكلام، يعني هو بيتكلم بيحكي، سواء هو من نفسه بيحكي او انا بسأله بيرد عليا، فبلاحظ بقى الريت بتاع الكلام بطيء ولا في المعتاد ولا سريع، ولا بريشر يعني بيتكلم بسرعة كده زي ما تكون في افكار متلاحقة كده وهو عايز يلحقها، ولا وبعلق على الفوليوم. عارفين الفوليوم بتاع الراديو او التلفزيون لما بتعلي الفوليوم او توطيه عشان يبقى الصوت عالي او الصوت واطي، فهنا بنعلق برضو على الكلام. هنا انا بعلق، مش انا اللي بعلي وبوطي، هنا انا بعلق على الفوليوم بتاع السبيتش بتاع المريض بتاعي وهو بيتكلم، الصوت واطي قوي ولا دي لها دلاله عندي، لما يبقى صوته واطي قوي على كل شويه اقول له مش سامع علي صوتك، ولا افريج في المعتاد، يعني زي اي حد بيتكلم، طبعا مع اختلافات، في ناس طبيعي صوتها عالي، ناس صوتها واطي، بس احنا هنا بنبقى اللي بيهمنا لما يبقى واطي قوي لدرجه ان هو زي ما يكون بيكلم نفسه مش بيكلمني، او يكون لاود يبقى عالي قوي، يعني مش اللاود بتاع الافريج برضو، مش اللي هو بيبقى ممكن حد صوته عالي طبيعي، لا ده هنا عالي قوي. وده بيبقى طبعا غالبا يا اما مع انكزايتي شديده قوي او مع برضو هوستيليتي، في عدائيه شويه يعني. طيب الارتكيوليشن هو ان الكلمه بتبقى طالعه مظبوطه، ما فيهاش مثلا حد مثلا اللي هو يبقى عنده حرف طاير في الكلام، حد يبقى بيتهته كده اللي هو يعني يقعد يكرر في الحرف الاولاني كتير قبل ما يقدر يكمل الكلمه، صباح الخير مثلا، ده كده نوع الحاجات اللي هي شبه دي. التون بقى بتاع الصوت، وده مهم قوي، التون اللي هو مثلا هديلكم مثلا، حد بيقول لحد صباح الخير، صباح الخير دي ممكن تبقى صباح الخير، ممكن تبقى بود قوي صباح الخير، او ممكن تبقى صباح الخير استنكارية، أنا مش متوهمة أو مش متوقعة إن اللي قدامي ده ممكن يقولي صباح الخير بنية كويسة، ده أكيد يعني، أو يعني ده كان عامل عاملة سودة امبارح وجاي دلوقتي يقولي صباح الخير، فبقول له صباح الخير
كل ده تون مختلف في كلمة صباح الخير. يبقى التون هنا مهم، في anger، في غضب، في anxiety، بينة ناجنج يعني زنان، زنان أو monotonous. مثلا أدلكم مثلا في حتة ناجنج و anxious دي، أنا بنده على ابني، ابني اسمه مثلا علي، فهنده أقول علي عادي، أو أقول علي هنا فيها غضب، أو علي أنا هنا قلقانة anxious، أو علي يا علي يا علي بزن، بنده عليه بزن كده بمحايلة يعني. monotonous بقى لما الكلام بتاعي يبقى كله زي بعضه، يعني أنا بقى يعني إيه، لا في ارتفاع ولا انخفاض ولا سرعة ولا كله ماشي بنفس التون، ممل جدا جدا، ببقى حاسس إن هو إيه، مفيش وراء أي نوع من الإيموشن ولا الإحساس بالكلام اللي بيتقال ده إيه. طيب ننقل على اللي بعد كده، النقطة اللي بعد كده ده اسمه appropriate. طيب اللي بعد كده هنا بس للتذكرة، ان انا تؤسس مود عشان اعرف الفرق ما بين حتة المود والأفكت. مجرد ان انا بسأل how are you feeling today، انت حاسس بايه النهاردة، او تؤسس أفكت بيبقى بقى شغلانة تانية، quality و motility و appropriateness. اللي هو بقى لو البيشنت giggles while telling you that he said his house on fire، لو هو كان بيقول اصل انا ولعت في البيت وهو بيضحك، يبقى ده اسمه inappropriate affect. لو قال لي لو patient remain expressionless and monotone even when discussing extremely sad or happy movement in his life، يبقى اسمه flat affect، بيحكي لي عن حاجة مؤلمة جدا او مبهجة جدا وما بيبانش عليه اي تغير، بقول عليه flat affect. لو البيشنت laughing one second وcrying the next، يعني بيقلب من الضحك للعياط بسرعة جدا وببساطة ومن غير أي أسباب، هنا ده اسمه labile affect. خلاص دي كده توضيحية عشان بتبقى بتلخبط شوية ما بين المود والأفكت والحاجات اللي بنعلق عليها في الأفكت. نيجي بعد كده بقى لإيه، للthinking، التفكير. طيب أنا هنا بقى لما التفكير هنا بلاقي إن في حاجات بتبقى برضو أنا استنتجتها من الكلام بتاعه طول الانترفيو ومن الهيستوري وكده، وفي حاجات أنا بسأل عليها ودي هتبان لنا بعد شوية. الحاجة الأولانية بنعلق على حاجتين في الثينكينج زي ما قلنا، اللي هما الثوت بروسيس وإيه، الثوت بروسيس والكونتنت أوف ثوت. الثوت بروسيس ده البيشنت فورم أوف ثينكينج، يعني شكل الكلام بتاعه طالع ازاي، استخدام اللانجوج مظبوط ولا مش مظبوط. Describe whether the patient's thoughts are logical، يعني منطقية، meaningful لها معنى، and goal directed، وصلنا للهدف بتاعنا. It doesn't comment on what the patient thinks، هنا ما بنعلقش على هو بيفكر في ايه، لكن بنفكر، لكن بيهمنا هنا بيفكر ازاي او بيتكلم ازاي او التعبير عن افكاره بيطلع ازاي. تمام، يعني ازاي البيشنت بيعبر عن افكاره، يعني ببساطة كده اي حد فينا بيتكلم الجملة المفروض انها بيبقى الهدف منها انها توصل معلومة معينة، وعشان توصل المعلومة دي الجملة بتبقى ماشية في سياق متصل، يعني الكلام كله بيكمل بعضه. عشان نشوف بقى الوقتي الديسوردرز بتاعت الثوت بروسيس دي بتبقى شكلها عامل ازاي. هي هنا الحقيقة متاخدة يعني من تحت لفوق، خلينا ماشي، خلينا ناخدها من يعني معلش هي كده بدأ بالأشد وبعدين بناخد تحت اللي هو الأبسط. خلينا نبدأ من تحت لفوق. السيركمستانشياليتي اللي هي مكتوبة تحت آخر حاجة دي، اللي هي لما الواحد يقعد يقول تفاصيل كتيرة قوي عشان يوصل للمعلومة اللي هو بيوصلها، لكن هي التفاصيل كلها related للمعلومة، يعني أنا ما جنحتش لكن اتكلمت بتفاصيل، اللي هو بالضبط كده لما الواحد يبقى رغاي أو يبقى بيتكلم
كتير، فيقول حاجات كتيرة قوي عشان نوصل للمعلومة، بس هو الكلام مترابط وفي الآخر بيوصل للمعلومة. ده اللي هو في الرغي العادي، أو ساعات بيبقى في العيان بتاع الأوبسيشن، لأن العيان مريض الأوبسيشن اللي هو الموسوس يعني بيبقى عنده أهمية قصوى للديتيلز، فبالتالي بيحب يقول كل التفاصيل بتاعت الموقف، بيتهيأله إن هو لو ما عملش كده المعلومة مش هتوصل للي قدامه. يبقى دي السيركمستانشياليتي. نطلع منها على التانجنشياليتي اللي هي عارفين تانجنشيال يعني ايه؟ يعني متماس، في تماس هنا. فبيبقى الحاجة اللي هو بيتكلم عليها يعني لازقة كده في الفكرة الأساسية لكن مش بالظبط، بتبقى يعني قريبة منها لكن مش بالظبط. السيركمستانشياليتي زي ما شفنا ممكن تبقى في النورمال اللي هم يعني اللي بيتكلموا كتير بس، او الطبيعه الموسوسه شويه، فدي ممكن تكون في النورمال وممكن تكون في بعض الامراض. التنجنشياليتي لا، بدانا هنا نطلع من النورمال ونقرب اكتر للفكره المرضيه هنا بقى، لان مفيش اسوسيشن حقيقي ما بين اللي هو بيقوله وما بين الجول اللي هو المفروض يوصل له بالجمله اللي بيقولها. بعد كده اللي بعد كده كله مرضي، يعني هي السيركمستانشاليتي بس هي اللي كانت ممكن تكون موجوده في النور. الصوت بلوكينج ده لما الواحد يبقى بيتكلم وفجاه يحصل ابربت سيسيشن، توقف مفاجئ في الكلام اللي هو بيقول، يسكت خالص، يسكت تماما، وبعدين اما يبدا اما الدكتور يستحسه يقول له مثلا ايوه كمل، يقوم يتكلم في حاجه تانية خالص. نقول عليها ان الترين اوف ثوت توقف، وزي ما يكون يعني قطر التفكير ده وقف والعيان ركب قطر تاني دخل فيه موضوع تاني خالص. word salad ده incoherent collection of words، هنا بقى بيبقى لخبطة على الآخر، يعني الكلام هنا غير مترابط على الإطلاق. النيولوجيزم ده هنا لا، ده العيان كمان زودها شوية، مش زي الورد سالد اللي هو جاب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب فبالنهاية مبقتش فاهم أي حاجة، لا ده أنا في النيولوجيزم بقى اخترعت كلام، حطيت الحروف جنب بعضها كده تكون لي كلمات مش متعرف عليها ملهاش معنى، يعني زي ما نتخيل كده أي كلمة بالحروف بتاعتها لو أنا شقلبت الحروف بحيث ما يبقاش لها معنى، هو ده بقى في النيولوجيزم. ويبقى بس خدوا بالكم بقى ان هو ده بيحصل فين، الورد سالاد والنيولوجيزم والحاجات التانية اللي هنشوفها دلوقتي، ده بيبقى مينلي مع السكيزوفرينيا في مرض الفصام. انا مش فاهم اي حاجة من المريض بس المريض فاهم، المريض بيقول كلمة اللي انا مش فاهمها خالص وملهاش اي معنى في اي قاموس لكن هي لها معنى عنده، ودي بتبقى من اسباب ضعف الكوميونيكيشن بيني وبين مريض الفصام اللي هو السكيزوفرينيا، ان احنا مش على نفس الويف، هو فاهم الكلام بشكل معين وانا مش قادره افهم، فهو بيبقى حاسس بقى بالعكس ان انا اللي مش فاهماه، مش ان هو اللي بيقول حاجه مش مفهومه، بيبقى حاسس ان انا اللي مش فاهماه. ده النيولوجيزم. طيب في بعد كده الكلانج اسوسيشن، ده لما يبقى الكلام مشبك مع بعضه مش بالمعنى، مش بالمعنى والجول اللي انا المفروض اوصله، لكن متشبك بايه بقى؟ بالفونيتكس اللي هي الصوتيات، يعني النغمه بتاعه الكلام، السجع، القافيه. فيبقى هنا العيان يعني هو هنا مديك مثلا يقول لك ايه، ماي كار از ريد، اي هاف بين ان بيد. لو احنا قلناها عندنا لا، هنلاقي برضو امثله كتيره قوي بالعربي، يعني اللي هو العيان بيمشي تبع النغمه. طيب الفلايت اوف ايديا ذا فاست ستريم اوف فيري تانجنشال ثوتس، هنا العيان يعني ايه بيجري كده بينط، عشان كده بيسموها فلايت من فكره لفكره. ايه الرابط ما بينها؟ بتبقى غالبا اي ستيمولس ظهرت لي في حواليا انا بنقل على اساسها من فكره لفكره، يعني ديت لما انتوا ان شاء الله تاخدوا راوند كده وتشوفوا حالات ده، دي بتبقى سبيشال الفلايت اوف ايديا والكلانج اسوسيشن، دول سبيسيفيك للعيان بتاع المانيا، المانيا المرض اللي هو اسمه مانيا،
ده هتلاقوا فيه العيان ده اللي بيبقى متسم بان هو مزاجه حلو قوي وبيتكلم كتير ومنتبه لكل كبيرة وصغيرة، فبيدخل مثلا المدرج يشوف الطلبة كده قاعدين، يقوم ايه صباح الخير، ايه الناس الحلوة اللي قاعدة دي، ايوه ما انتوا قاعدين بقى وانا اللي واقف وتعبان، ايوه يا عم طب قوم كده لما انا اقعد مكانك، قوم اقف وانت بتكلمني، ويقوم مغني. وبعدين مثلا يشوف حد لابس حاجة معينة يقوم قال انت جايب الجاكيت ده منين، ده انا كنت في مش عارفة فين بلبس احلى لبس. ده كله طبعا من غير حتى يمكن ما حد يقول له ازيك، هنلاقيه كده هو افكاره قاعدة تنط من حاجة لحاجة على حسب اي ستيمولس موجودة قدامه. فدول كاركترستيك العيان بتاع المانيا، فلايت اوف ايديا وكلانج اسوسيشن. اللي فوق خالص دي لوزنج اوف اسوسيشن، الحقيقه ان هو اللي هو ما فيش كونكشن من وان ثوت تو انذر، ممكن تبقى موجوده زي ما هي كده، وممكن احط تحتها النيولوجيزم والورد سالاد اللي هم بيعتبروا الدرجات الشديده جدا من اللوزنج اوف اسوسيشن. يعني اللوزنج اوف اسوسيشن ما فيش لوجيكال كونكشن من فكره لاخرى، تمام؟ بفرقها من الفلايت اوف ايديا وكلانج اسوسيشن اللي هم برضو ما فيش لوجيك كونكشن، لكن في عندي يا اما كونكشن بالستيمولاي، الستيمولاي اللي موجوده قدامي فيعمل لي فلايت اوف ايديا، او في كونكشن بالنغمه اللي هي بتعمل لي كلانج اسوسيشن. خلاص قلنا النغمه او السجع بتاع الكلام وكده، يبقى الاثنين دول مانيا. انما لما اقول لوزنج اوف اسوسيشن واحط معاها نيولوجيزم وورد سالاد، لا ده انا هنا بتكلم على السكيزوفرينيا، تمام؟ طيب بعد السلايد المليانه دي ننقل على اللي بعدها. ندخل على الثوت كونتنت بقى، محتوى الكلام. يعني انا اللي فات ده كله كنت بعلق على شكل الكلام، الستريم اوف ثينكينج، مجرى الكلام بتاع العيان بيوصل للهدف ولا لا، مترابط ولا لا. الكونتنت بقى اللي هو المحتوى اللي انا بشوف فيه بقى الكلام ده، هو العيان ده وهو بيتكلم انا حاسس ان هو عنده حاجه يتكلم فيها ولا مفيش، بنسميها poverty of thought. ساعات كده نحس ان البيشنت بتاع السكيزوفرينيا، واحيانا برضو في بتوع المينتال سابنورماليتي اللي هو اللي بيتسمى تخلف عقلي او كده او تاخر عقلي، بيبقى هنا البيشنت زي ما عندوش حاجه يتكلم فيها، انا الحمد لله انا تمام كده، يعني مفيش حاجه تانية خالص يتكلم فيها، فدي بنسميها poverty of thought. في حاجه تانية اللي هي delusions. delusion دي بقى من اهم الحاجات اللي ممكن اشوفها كمحتوى في الكلام، اللي هو الضلالات. delusions بالعربي يعني ضلالات. هنا بيبقى ايه، شوفوا كده الديفينيشن بتاعها، fixed ثابت، false خطأ، beliefs معتقدات ثابته خاطئه، that are not shared by the person culture، يعني ما هياش متعارف عليها في الكالتشر بتاع المريض، ولا can not be changed by reason، ولا ينفع ان انا اصلحها بالمنطق. بيجي لي العيان يقول افكار شاردة جدا وخاطئة جدا، او على الاقل مش متمشية معاه. يعني هي ممكن تكون فكرة تمشي مع حد، مثلا هدي لكم مثل شهير جدا، يجي لك حد مثلا طلع مثلا من ما عرفش ياخد الاعداديه، وانا دلوقتي شايفاه وهو عنده 25 سنه وبيتكلم على الاختراع الفظيع اللي هو عمله لعلاج الاورام، وبيتكلم بقى ان هو محدش مديله فرصته ان هو يقول الاكتشاف اللي هو وصل له لعلاج الاورام، وان هو بسيط جدا، وان الناس بتحاربه علشان مش عاوزين ان هو يقول الفكرة بتاعته، وتفضل الشركات الأدوية تكسب وتستفيد وكلام بالشكل ده. طيب هو ده معناه ايه بقى؟ يعني العيان ده كده بناء على ايه بيقول ده؟ بناء على المرض اللي عنده اللي جاب له الفكرة دي وفكرة ثابتة. لو انا قلت له ازاي يعني هتوصل لاكتشاف كده، ده انت ما كملتش تعليمك، ولا ده له اي معنى عنده ولا اي دلالة. يعني فاهمين يعني ايه ده ملوش اي دلالة؟ يعني فكرة ان هو ما تعلمش، ايه يعني مش مشكلة خالص. طيب اقول له مثلا
طب فين الاكتشاف ده؟ طب وريهولي. طبعا ده مستحيل يعني ان هو يعمل حاجة زي كده. طيب مثلا بتكلم معاه على انت ليه مش عايز توريه، يقول لك لا هم هيسرقوه مني، ويبدأ يكون منظومة متكاملة من الأفكار الغلط دي. في عيان تاني الديلوجن بتاعه يبقى ان مراته مثلا بتخونه، ودي بتبقى خطيرة جدا، لان لما بيبقى فيه بنسميها انفيديليتي، خيانة، العيان ده ساعتها ممكن يقتل. يعني العيان اللي عنده ديلوجن انفيديليتي ممكن يقتل، بس لان المريض بتاع السكيزوفرينيا بيبقى عنده ان ابروبريت افكت، ما بيبقاش متفاعل مع الفكرة اللي عنده، فبالتالي يعني ما بتفرقش معاه. تمام. طيب يبقى ده الديلوجن حاجة فيكسد، ومهما جبت له من براهين وأدلة ان اللي بيقوله ده غلط ما بيتحسنش. عشان كده في العيان بتاع الديلوجن انا ما بحبش اتناقش معاه كتير، يعني ما اقعدش اثبت له ان ده غلط يعني. طيب بعد كده بعد الديلوجن ممكن طبعا يبقى فيه في محتوى الكلام حاجة تبين ان العيان ده عنده سويسايدال ايديا، او زي ما بقول لكم كده يبقى فيه هوميسايدال، ان هو يبقى عايز يموت حد. انا مش هسكت له، انا مش كده، انا مش هستنى لغاية لما يجوا يموتوني. ممكن قوي العيان يبقى بيتكلم حاجة زي كده، فافهم ان هو كده ممكن يكون خطر على حد، او يتكلم على ان الدنيا ما عادتش مستاهلة والواحد يموت احسن، ما عادتش فارقة، كلام من النوع ده اللي هو يديني الاحساس برضو بالسويسايدال ثوتس، ودي حاجات لازم اخد بالي منها كويس قوي. طيب اللي بعد كده الاوبسيشن اللي هي الوسوسة. ممكن البيشنت يبقى عنده ريبيتيتيف انتروسيف ثوتس. يعني ايه الاوبسيشن؟ يعني ان انا في افكار عندي بتفضل تتردد في دماغي، وانا عارف انها ملهاش الاهمية الكبيرة دي انها تفضل في دماغي، وبرد عليها، يعني انا برد على نفسي جوه دماغي، يعني مش بتكلم بصوت. اللي هي مثلا زي ايه؟ في كده مراحل، مثلا ممكن حد يعدي على على تهب عليه فكرة زي مثلا هو اكيد يعني ربنا موجود. ايوه اكيد موجود طبعا، امال احنا يعني موجودين ازاي؟ البيشنت بيرد على نفسه. او مثلا هو يا ترى الصلاة بتاعتي دي ربنا هيقبلها ولا هي مش هتتقبل؟ انا اقول ما انا الحمد لله توضيت مظبوط وبصلي مظبوط اهو، ربنا مش هيقبلها ليه؟ بعدين ارجع اقول لا بس انا حاسس كده ان هو ربنا مش هيقبلها مني، وهكذا. تفضل الفكرة راحة جاية، مش بقى جات لي كده شوية زي ما ممكن يحصل معانا كلنا، لا دي بتفضل شغلاني مدة طويلة جدا، وما بقدرش ان انا ابعدها ولا ان انا اجنبها، لا دي تفضل شغاله معايا. دي الاوبسيشن المرضيه بقى، الاوبسيشن المرضيه انها تفضل شغلاني طول الوقت لدرجه تخليني مش قادر ان انا مثلا اعمل شغلي، اكلم حد، ارد على حد، لا الفكره مسيطره عليا تماما. دي اللي هي الاوبسيشن. وساعات يبقى معاها فوبيا، ان الاوبسيشن دي تبقى خوف من حاجه، هو ممكن ده تبقى بنسميها ساعتها اوبسيسيف فوبيا. هو ممكن زي بتاعه الامراض، ان انا اخاف ان انا توكاتش اديزيز. كلنا مثلا خايفين من الكورونا، وكلنا بنحافظ ونلبس الماسك وناخد التطعيم و و و، لكن في حد بقى ممكن يبقى بزياده قوي، يبقى اي حاجه مثلا داخله البيت عنده يبدا يفكر فيها مليون مره، حتى لو عقمها ورشها وعمل كل حاجة، لا تفضل الفكرة مسيطرة لدرجة ان من كتر الاوبسيسيف فوبيا دي يبدأ يمنع اي شيء، ما يتعاملش مع اي بني ادم، ما يجيبش اي حاجة حتى لو الدنيا هادية، مش الكورونا مش عليلة ولا حاجة، نبدأ لا. لكن الفوبيا هنا بقت عنيفة جدا. دي طبعا كنا بنشوفها قبل كده كتير، احنا يمكن الكورونا بقت بقينا كلنا خايفين، لكن اللي قبل كده ممكن نشوفها من امراض، فكره ان انا خايفه تعيدي بحاجه، اي حاجه بقى، فيروس سي، مش عارفه ايه اي حاجه، لا كانت بتبقى موجوده، ممكن تبقى موجوده بقوه عند بعض المرضى. وساعات ده ينتج عنه تصرف بقى، ساعتها بنسميها كومبالشن، يعني زي ما اقول كده مثلا ان انا ايه، لا ده انا خايفه، اقول ما سلمتش على حد بس قعدت اقول ايه ده، هو حط ايده هنا وانا رجعت حطيت ايدي، افضل مثلا اغسل ايدي، ده هنا بقى فعل، فبسميه كومبالشن.
افضل اغسل ايدي عدد من المرات لا ينتهي. ده اللي هي كم. يبقى الصوت كونتنت هنا انا اتكلمت على poverty of thought, delusion, suicidal and homicidal thoughts, obsession واللي هي ممكن ساعات تكون واخدة شكل الفوبيا سميها obsessive phobia, او ممكن تتحول الى repetitive behavior وبسميها compulsion. نديكم فكرة كده سريعة عن انواع الدلوجن وان انتوا هترجعوا تاخدوها طبعا, اللي هو delusion of grandeur اللي هي بتاعة العظمة, ان انا مثلا انا المهدي المنتظر, دي بنسمعها من مرضى كتير جدا عندنا, وممكن تكونوا انتوا بتسمعوا في الاخبار مثلا او في يعني المواقع الاخبارية ان هما مسكوا واحد بيدعي النبوة وطلع على المنبر وزق الخطيب بتاع المسجد وبدأ يتكلم هو وقال لهم ان هو المهدي المنتظر وياخد علقة معتبرة في المسجد, او ممكن ياخدوه يودوه البوليس ان ده بيدعي النبوة, هو في الحقيقة بيكون ايه عيان عنده delusion of grandeur. البارانويد اللي بيبقى حاسس ان الناس عايزه تموته او تاذيه. الديلوجن اوف ريفرنس اللي بيبقى عنده اعتقاد ان الناس بتتكلم عليه وان هم بيشاوروا عليه وكده واخدين بالهم منه بيراقبوه. الصوت برودكاستنج ده حاجه بايخه جدا, الواحد يبقى متصور ان افكاره مسموعه من الاخرين, يعني الفكره اللي جوه دماغي. يعني مثلا انت قاعد مثلا مع ناس ويعني الحديث مش لطيف قوي بس انت ساكت ويعني ايه احتراما للناس اللي قاعدة يعني فبتسمع او اكنك بتسمع. في الصوت برودكاستنج ده الواحد بيبقى عنده اعتقاد ان الافكار اللي جوه دماغه مسموعة من الاخرين, الاخرين عارفين ايه اللي جوه دماغي. طبعا دي مسألة خطيرة جدا, ان انت بقى زهقان متململ مستبوخ اللي قاعدين قدامك او بتفكر في حاجات تانية خالص او بتتريق عليهم جواك. فتخيل بقى لو ايه الواحد يبقى معتقد كده ان اي حاجة جوه دماغه مسموعة او مقرية من اللي حواليه. في religious delusion ان هو يبقى الواحد زي ما بقول لكم كده اللي هي برضو شبه المهدي المنتظر, او مثلا واحدة تقول لك انا حامل في المسيح عشان انا مريم العذراء. يا ستي مريم العذراء كانت من امتى؟ دي من قرون عديدة. لا لا, ما هنا انا مريم الجديدة بقى وحامل في المسيح وكده عليه السلام. طيب في سوماتيك ديلوجن لانا مثلا يبقى عندي اعتقاد شديد ان مثلا ان انا ما عنديش معدة, وان ده بقى غالبا هيبقى بفعل فاعل, يعني غالبا بيبقى معاها ديلوجن اخر يدعم السوماتيك ديلوجن ده. فكرة البريجننسي دي نوع من السوماتيك ديلوجن, لما قلنا انا بريجننت وانا مش بريجننت ولا حاجة ده نوع من السوماتيك ديلوجن. لو انا بقى يعني معتقدة تماما وعملت سونار وما طلعش فيه بيبي اقول لك لا انا حامل, اصل اللي جوايا دهوت ما يبانش بالاجهزة بتاعتكم دي وحاجات كده يعني. يبقى هنا ده بسميها somatic delusion او delusion of pregnancy. يبقى هنا ده انواع من الديلوجن اللي هي تبع الثوت كونتنت. طيب ندخل على البرسبشن تفسير خاطئ. السنسوريوم والكوجنيشن. السنسوريوم اللي هو اللي نقول ايه الوعي, يعني الوعي. فهنا بعلق على ايه؟ على الكونشسنس اللي هو البيشنت ليفل اوف اويرنس, واللي هو ممكن يتراوح ما بين ان انا اليرت فايقه ومصحصحه لدراوزي مدروخه لثارجيك لا يعني فاصله كده ستوبرس في حاله من الستوبر اللي هو اقرب للذهول او يعني مش بدي اي رياكشن ثابته كده على اللي انا فيه, وبتفضل الحاجات دي تزيد لغايه لما نوصل لمرحله الكوما, يبقى في سيمي كوما وبعدين كوما. طيب يبقى ده لما بعلق على الكونشس بتاع العيان. طبعا ده يعني الحاجات دي بتفرق جامد جدا, لان الدرجات العاليه من الديستربنس في الكونشسنس دي بتبقى مع الاورجانيستي على طول يعني. الدراوزي ده ممكن يبقى عيان واخد دواء. الستوبرس ده ممكن اشوفه عندنا في بعض الحوالي بتاعه السيفير ديبريشن او بعض انواع السكيزوفرينيا بنسميها كاتاتونيك سكيزوفرينيا.
وساعات على فكرة بتبقى برضو شبه حاجة في السايد افكتس بتاعة الأدوية. الكوما بقى لا، الكوما ده احنا هنا دخلنا في حاجة اورجانيك، لازم اعمل انفستيجيشن بتاعتي واتدخل بسرعة لانقاذ المريض. بعلق هنا كمان على الاورينتيشن. الاورينتيشن اللي هو الوعي بايه بقى، انا عارفه الناس اللي حواليا بيرسون، طبعا عارفه الناس اللي حواليا لو انا اصلا عارفاهم، او حد لابس بلطو ابيض فبقى فاهمه ان ده دكتور او ممرضه. البليس المكان، ابقى انا مثلا في بسال العيان مثلا انت عارف انت فين، وواضح ان انا في مكان باخد فيه ادويه والممرضه بتدخل عليا ولا بتعلق لي محاليل ولا، يبقى مفهوم كده ان انا هنا في مستشفى، فيبقى هنا انا تعرفت على البليس. التايم، احنا بالنهار ولا بالليل، على طبعا يعني مع العلم ان يكون كده الدنيا الشباك مفتوح وباين نور ربنا يعني عشان اعرف كنت انا بالنهار ولا بالليل. يبقى هنا الاورينتيشن بنعلق فيه على البيرسون والبليس والتايم. خدوا بالكم احنا العنوان بتاعنا هنا سنسوريوم وكوجنيشن، بعلق السنسوريوم اللي هو فكره الوعي اللي انا غطيتها هنا بالكونشسنس والى والاورينتيشن. الكوجنيشن بقى اللي هي مقصود بيها الوظائف المعرفيه الذهنيه بتاعت البني ادم، اللي هو زي ما هنشوف كده كالكوليشن، اللي هو بقدر احسب ولا لا، اجمع واطرح يعني الميموري. طبعا خدوا بالكم ان احنا هنا بنراعي قوي حاله التعليم بتاعت اللي قدامي، يعني هاجي على حد مش متعلم خالص بس شغال في السوق يعني، فهيعرف برضو يجمع ويطرح شويه بس ما صعبش عليه الدنيا قوي. الميموري اللي هي الذاكره، الذاكره هنا طبعا دي من اهم الكوجنيتيف فانكشن، وهنا بقى بنلاقيها ايه بتختلف على حسب الاميديت اللي هو كان ريبيت سيفرال ديجيتس اور ريكول 3 words 5 minutes later. انا وانا دي بقى حاجات هنا مش معتمد على الملاحظه بس، ده انا بسال المريض وبشوف هو ردوده معايا شكلها ايه. فمثلا زي ما قلت لكم هنا انا بقول له مثلا 7 8 3 2، وبعدين اقول له انا هسالك فيهم بعد شويه، يعني هنا بيبقى مهم قوي ان انا عشان هو يركز معايا ويحاول يحفظهم. وبعدين بساله بعد كام دقيقه كده اقول له فاكر الحروف اللي انا قلت لك عليها، او مثلا اقول له شجره فستان ولد، وبعد شويه كده اقوم سالاه فيهم. وزي ما بقول لهم اقول له في البدايه ان انا هقول لك حاجات وهسالك فيها بعد 5 دقائق. الريسنت الحاجات اللي هي حصلت بقى النهارده الصبح مثلا، انا قاعده معاه الساعه 1 الظهر بساله انت فطرت ايه الصبح، او بقول له انت اتعشيت ايه امبارح بالليل، مين جه زارك في المستشفى امبارح. دي كلها حاجات تبع الريسنت ميموري. في بقى باست وريموت ميموري. الريسنت باست اللي هو حاجه حصلت من شهور، يعني مثلا خدت تطعيم كورونا امتى مثلا. الريموت بقى دي حاجات اللي هي القديمه خالص، انت فاكر اسم مدرستك الابتدائي، ويكون مثلا حد عنده 30 سنه فاقول له مثلا فاكر المدرسه الابتدائي بتاعتك كان اسمها ايه، فاكر كان عنوانها ايه، حاجه بالشكل ده. يبقى ده كده الميموري. بقيه الكوجنيشن، النوليدج، المعلومات العامه، وهنا براعي قوي قوي في النوليدج البيشنت هنا ثقافته ايه وتعليمه ايه. تمام، يعني ايه ما جيش على حد واحدة ست مثلا عايشة مش متعلمة خالص وعايشة في قرية من اللي هي يعني ايه بعيدة، في قرى طبعا على وش الدنيا قوي وابديتد تماما يعني، وفي اماكن تانية لا تزال بعيدة للأسف يعني. فدي بقى مثلا ما جيش بقى مسألها في النوليدج اقول لها مثلا رئيس الاتحاد الاوروبي اسمه ايه، لان محدش فينا عارفه اصلا، او مثلا كنا زمان والله لما بنسال على رئيس الامم المتحده كان بيبقى النورمال ان معظم الناس عارفاه، بس دلوقتي ما عادش برضه. فبسال على الحاجه اللي هي اكسبتد انها تبقى معروفه، يعني ممكن رئيس الجمهوريه مين، ساعات نسال مثلا على حرب اكتوبر كانت في سنه كام، مش هنوصل طبعا لدرجه اللي بتيجي في التلفزيون بتاعت حرب 73، حرب اكتوبر كانت
في شهر كام، يقول لك في العاشر من رمضان وما يقولش اكتوبر. فيعني ايه يعني، في معلومات كده بتبقى لا يعني حرب اكتوبر كانت سنة كام مثلا، حاجات بالشكل ده، اللي هي يبقى يعني معظم الناس عارفاها. لكن في حاجات تانية ممكن برضو ان انا اتدرج في السهولة، مثلا عمدة البلد، شيخ البلد، كلام كده يعني، واتأكد بقى من الريلاتيف اللي موجود ان اللي بتقوله ده صح. الاتنشن والكونسنتريشن، طب اللي هو تركيز العيان ودرجة قدرته على الانتباه، درجة الانتباه والتركيز عند المريض دي لها كده اختبار معروف، ان انا بقول له مثلا تقدر تشيل 7 من 100 وتفضل تنزل بيها، يعني 100 اشيل منها 7 وبعدين 7 وبعدين 7، اطرح 7 وبعدين 7 وبعدين 7. او مثلا اقول له مثلا كلمه مثلا مهندس، قول الحروف بتاعتها من ورا لقدام، دي عشان اشوف تركيزه وقادر يركز وينتبه في التاسك اللي بيعمله ولا لا. الريدنج والرايتنج طبعا ممكن اعملها بحاجات بسيطه. طب انا ليه يعني، لو هو العيان ده قال لك ان هو متعلم، طيب ماشي، بس انا شاكك كده، لان ساعات دي بنشوفها في البيشنت اللي هم عندهم تاخر عقلي، بتلاقي الاهل ايه مقتنعين جدا ان ابنهم متعلم، وهو بيكون راح المدرسه، لكن المدارس كانت بتنجح كده ساعات يعني، بدون اي يعني ما يكون الواحد باين اي اماره ان هو المفروض ينجح، فهم بينجحوه كده وخلاص. فممكن قوي تيجي لدهوت وتديله مثلا جمله سهله قوي مكتوبه بخط واضح وبتاع، ما يعرفش يقراها. فهنا لما تكون انت شاكك كده شويه في الابيليتي بتاعت المريض ده، ممكن تعمل له الاختبار ده برضه. الابستراكت كونسبت بقى اللي هو يعني ايه، يعني انا لاي درجه بقدر ان انا اطلع المعنى اللي ورا الكلام. موضوع الابستراكت ثينكينج ده هنشوف بقى، ودي كده هتبقى اخر الكوجنيشن، يعني ده اخر حاجه في الكوجنيشن اللي هو الابستراكشن. سيميلاريتيز، لما مثلا اسال واحد هو ايه وجه الشبه ما بين التفاحه والبرتقانه، هما بص اللي موجود في الكتاب ان هو بيقولوا ايه، ان هما الصح ان انا اقول فاكهه يبقى كده ده عنده ابستراكشن، والغلط ان انا اقول راوند ان هما مدورين. هو الحقيقه دي مش غلط قوي، يعني لو انا عايزه اقول حاجه يعني ممكن يبقى فيه اوجه تشابه كتير منها، ان هما الاثنين مدورين، ممكن ان هما الاثنين فاكهه، لكن الكونكريت ثينكينج بيبقى ساعات اصعب من كده، يعني بيقول رد مفاجئ للواحد ما فيهوش اي نوع من السيميلاريتيز. يعني ممكن مثلا يقول الاثنين محطوطين على الترابيزه، حاجه بالمعنى ده، ما فيهاش اي نوع من التشابه، يعني ده مش تشابه يعني. طيب البروفيرب تيستينج بقى اللي هو بتاع الامثله، وده اللي احنا بنستخدمه كتير قوي مع المرضى بتوعنا، بنستخدم مثل يكون شائع ويكون برضو عارفين ان هو يتناسب مع كلتشر المريض، نلاقي الحاجات اللي هي تقريبا كل الناس سمعاها، ابن الوز عوام، باب النجار مخلع. باب النجار مخلع ايه المقصود بيه؟ الابستراكشن هيقول ان هو ان يبقى الواحد مثلا دكتور وعيان في نفس الوقت، او يكون مهندس وبيته وقع او بيته مش كويس. الكونكريت بقى يقول ايه، يبقى نجار والباب بتاعه مخلوع. طيب المثل ده ممكن نستخدمه في حاجه تانية او يكون له معنى تاني؟ لا، ما هو نجار وبابه مخلوع. طب ابن الوز عوام، يقولك ما هو بيعوم في الميه. ايوه، يعني ايه المقصود بابن الوز عوام؟ يقولك ما هو بيعوم في الميه، انما هو طبعا المفروض المعنى المقصود ان هو ايه، الولد بيطلع زي ابوه. وهكذا بقى. هنا المثل اللي هما جايبينه لنا، يو كان جادج ابوك باي اتس كفر، ان انت ما تقدرش تحكم على ايه المقصود بده، ان هو ان احنا ما نقدرش نحكم على الناس من مظهرها الخارجي. الكونكريت انسر بقى اللي هو الفكر اللي هو ما بيقدرش يستنتج المعنى انما بيلتزم بالمعنى الحرفي، يقول ايه، ان الكتب لها اغلفه،
مثلا او كتاب له غلاف. ده معناه ايه ببساطة كده؟ في الابستراكشن انا استنبطت او استنتجت المعنى خارج حدود الحروف بتاعت الكلمة، انما في الكونكريت انا بقول المعنى الحرفي زي ما هو. هدي لكم مثل شهير جدا عندنا وهقول لكم ردود المرضى كانت احيانا ممكن تبقى ازاي. اما تقول على قد لحافك مد رجليك، معناها ان انت عيش على قدك. في مرضى كان ممكن يقول لك يعني لما يكون اللحاف قصير ارفس رجلي، او ان انا اخلي امد رجلي على قد ما على قد طول اللحاف. طب يعني ما فيش معنى تاني للمثل ده؟ لا، ما هو حسب اللحاف يعني يفضل مرتبط بالمعنى بتاع اللحاف والرجلين، ما فيش اي استنباط لاي معنى اخر غير دول. بعد كده في المينتال ستيت برضو، معلش هي كبيره لان زي ما بقول لكم كده هي دي التولز بتاعتنا الاساسيه في الدايجنوزس، الانسايت والجادجمنت، ودول اخر حاجه في المينتال ستيت اكزامينيشن. الانسايت اللي هي البصيره، ان انا اكون مدرك ان انا عيان ومدرك طبيعه المرض، مانيش فاهم قوي طبعا اسبابه و لكن على الاقل انا فاهم ان اللي عندي ده مرض نفسي. احنا عندنا قطاع من المرضى كبير ما بيبقاش عنده اي قناعه ان هو مريض، وساعات يقول لك اه تعبان، تعبان مالك؟ ما انا دماغي وجعاني، ويكون هو سكيزوفرينيا او مينيا او كده، فيبقى هنا برضو ما عندوش انسايت. يبقى هنا it is the patient level of awareness، وعي المريض and understanding of his or her problem، فاهمين مشكلتهم. problems with insight including complete denial of illness or blaming it on something else، ان انا اقول ما هو اصل ايوه تعبان طبعا، ما هو السم اللي ادهولي خلوني هبطان ومش قادر، ويبقى فاهم ان هو ده التعب اللي عنده، فطبعا هنا مفيش insight. الجادجمنت اللي هو انه يقدر يحكم على الامور. مثلا كان في زمان كده حاجة كنا بنسألها للمريض، وبعدين تقولوا لي كده ايه الإجابة اللي انتوا ترضيكم يعني. كنا نقول له لو لقيت على الأرض ظرف مكتوب عليه العنوان وملزوق عليه طبع البوستة تعمل ايه؟ فيعني لو احنا جادجمنت كويس هتوقع ان ده جواب مبعوث لحد ووقع منه، فانا ممكن اروح احطه في صندوق البوستة، او ممكن اوديه لاسم البوليس. لو لقيت فلوس وقع في الارض طبعا يعني ممكن برضو ناس عندها جادجمنت كويس ويقولوا ايه، ويقولوا طيب ما هو خلاص الفلوس دي انا هاخدها يعني مش هوديها البوليس ولا حاجه. بس كان زمان يعني دي الاسئله المعتاده. في برضو لو في شميت حريقه في طالعه من بيت جارك تعمل ايه؟ طبعا يا اما هتساعد في ان انت تطفي الحريقه، يا اما هتكلم المطافي، اي حاجه. في ناس تقول لك وانا مالي، ناس يقول لك انا هقفل الباب عليا ومليش دعوه بحد، وهكذا بقى. فاحنا هنا بنحكم على الجادجمنت بتاع الانسان اللي قدام. طيب خدوا بالكم يعني اللي هيقفل على نفسه ده ما هو جايز النار تطوله برضه، فعشان كده بيبقى لازم اكشن يعني. بعد كده خلصنا المينتال ستيت اكزامينيشن، وخلصنا الهيستوري اللي احنا قلنا ان هم الاساس بتوعنا تو ريتش دايجنوزس. بس في عندي بعض العوامل المساعده كده او التولز المساعده. ساعات علشان اكمل الكوجنيشن بتاعي مظبوط ابقى سالت على الكوجنيتيف فانكشن مظبوط، بستعمل حاجه اسمها ميني مينتال ستيت اكزامينيشن. دي بقى غير المينتال ستيت العاديه، دي اسمها ميني ده سكيل يعني، ده استبيان مجموعه تاسك كده بطلبها من المريض ان هو يعملها، واسمها ميني مينتال ستيت اكزامينيشن، اللي هي هتشمل الاورينتيشن والميموري والكونسنتريشن والاتنشن اللي احنا اتكلمنا عليهم. فيها حاجه على اللانجوج، فيها الريدنج والرايتنج اللي انا قلت لكم عليه، والفيجوال سبيتشال ابيليتي اللي هو ان انا مثلا بقول له انت فاكر مثلا الاوضه اللي انت اوضتك، الاوضه بتاعتك، اوصف لي الاوضه بتاعتك في البيت ايه جنب ايه. يعني هو بيقدر يوصف الحاجات بالاماكن بتاعتها، الكرسي محطوط فين والترابيزه فين وحاجات كده. او مثلا وانت جاي خدت بالك الاوضه بتاعتنا دي كانت على اليمين ولا على الشمال، كانت الاوضه نمره كام كده يعني.
فعشان اشوف هو استيعابه لفكرة الاشياء جوه المكان، العلاقة بتاعت الاشياء للمكان اللي محطوط فيه. ايه تاني ممكن يساعدني؟ intelligence test، اختبارات الذكاء دي بالذات لما انا ببقى شاكك ان العيان ده هو عنده تأخر عقلي، وفي حاجات بتناسب الكبار اللي هو الويكسلر adult intelligence scale، والويكسلر ده على فكرة في منه النسخة للأطفال كمان، ويكسلر child بقى، وفي بقى المشهور قوي للأطفال اللي هو اسمه ستانفورد بيني تيست، وده يعني سكيل محترم قوي وبيؤخذ بيه كتير يعني. فده يبقى أنا هنا بعمله لما أكون شاكك في الدياجنوزس، وأنا طبعا في مجال السيكاتري بنستخدمه كتير لما يكون مطلوب مننا تقارير عن حالة أطفال مثلا، وبيبقى لازم نكتب معاها كده. مين اللي بيعمل الاختبارات دي؟ مش الدكتور، دي السايكولوجيست اللي هو الأخصائي النفسي هو اللي بيقوم بإجراء الاختبارات دي. personality assessment test اللي هو إزاي أنا بقيم نوعية البرسوناليتي أو صفات البرسوناليتي بتاعت المريض ده، اللي هي بتشمل إيه بقى؟ ممكن تكون الاختبارات دي objective، يعني أسئلة محددة والمريض بيجاوب عليها، وأنا عن طريق طريقة معينة في تصحيح السكيل بقدر أوصل للتريت أو للسمة بتاعت الشخصية أو للصفات بتاعت الشخص اللي بيعمل الاختبار، اللي هي مثلا هتقولي ده هو أقرب للبارانويد، أقرب إن هو يكون مكتئب، إنه يكون هستيريكال، وهكذا. في بقى أنواع تانية من اختبارات البرسوناليتي اسمها projective test. projective test يعني إيه؟ يعني بتخلي الشخص يسقط الحاجات اللي جواه على الحاجة اللي قدامه دي. هي بتبقى اختبار في مثلا صورة، وانا بقول له احكي لي حدوتة تناسب الصورة دي، وعلى حسب بقى ما بيحكي انا بتخيل ان ايه اللي هو جواه، ايه طريقة تفكيره، ودي برضو بتوصلني لسمات موجودة عنده، أو هو علاقاته بالناس شكلها إيه، أخبارها إيه. ساعات بنعملها برضو، معرفش إحنا كنا زمان وإحنا صغيرين بنلعب اللعبة دي، ما كانش عندنا بقى آيباد وحاجات من دي، اللي هو أحط حبر كده في ورقة وأطبقها وبعدين أقوم فتحها بيطلع لي شكل، فكل حد يقول هو متخيل الشكل ده عبارة عن إيه. في تيست بقى اسمه رورشاخ تيست، او بيسموه انك بلوك، ده عبارة عن مجموعة من الحاجات اللي هي معمولة بالشكل ده، ان هو حبر، كنا نحط الحبر كان يمينا في اقلام حبر، فبقى لها ازايز حبر او دواية حبر، بدلق شوية كده في الورقة واقوم ايه قافلة الورقة عليه، وافتح الورقة يطلع لي شكل، اقول ده شكل فراشة، ده شكل شجر، ده ناس قاعدة تحت شجرة، وكل واحد بقى على حسب ما هو قادر يستشف ايه. تعرفين ان النت مليان حاجات من دي، دي بنسميها بروجكتيف، لان انا هنا ما قلتش اسئلة محددة، ده هنا كل واحد طلع المكنون بتاعه على حسب ايه اللي موجود عندي. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على الدياجنوستيك ايدز، وهفكركم لما قلنا ان احنا العيان بتاعنا بنعمل له فيزيكال اكزامينيشن مبدئي كده، وان انا لو شاكك في حاجة اورجانيك ما انساش ان انا اعمل له لابوراتوري راديولوجيكال انفستيجيشن. اخر حاجه هنتكلم عليها اللي هي التيبس في الابروتش للسبيشال تايبس اوف سايكاتريك بيشنت. بعض العيانين بيبقى فيه صعوبه في التعامل معاهم، او لازم اكون واخد بعض البريكوشن وانا بتعامل معاه. المريض الفايولنت اللي هو العنيف، احنا عندنا في المرضى بتوعنا نسبة ضئيلة هو اللي بيبقى violent، يعني معظم المرضى النفسيين ما بيبقاش عندهم عنف ولا عدائيين ولا حاجة، لكن بعضهم بيبقى عدائي لو هو زي ما قلنا كده مثلا عنده معتقدات ان في ناس عايزة تموته، فده بيبقى هو نفسه عدائي عشان يدافع عن نفسه. ممكن برضو مثلا العيان المانك لما بيبقى هايس قوي وعايز يروح ويجي وبتاعه، واهله جايبينه مكتفينه علشان يجي يكشف، فطبعا بيبقى متضايق جدا وعايز ينطلق وعايز يخرج، فبيبقى عنده عدوانية بس عشان يخرج، عشان مش عاوز يضرب حد اساسا، بس هو بيبقى زي ما يكون عشان ينطلق يفك القيود اللي مفروضة عليه دي. ففي العيان الفايلنت
احنا في عيادة الأمراض النفسية بيبقى فيه بعض الاحتياطات المعمولة، إن هو لما بيبقى في عيان كده بتلاقي دايما الممرض يدخل، فأفويد بينج ألون، ما تبقاش وحدك مع عيان احتمال يكون فايولنت، يعني هما من بره بيلاقوا العيان بيزعق ففي حد بيدخل معاه على طول، وبيبقى ده متفق عليه يعني. To assess violence or homicidality, one can simply ask, do you feel like you want to hurt someone? ممكن تقول له هو انت متضايق من حد؟ يعني انت شايف ان في حد عايز يأذيك فانت عايز تتخلص منه؟ طبعا ممكن يقول، وممكن يقول امال اسيبهم يموتوني، انا هنا يعني لازم اخد بالي ان العيان ده ممكن يبقى خطر يعني. فيبقى هنا الفايولنس باخد بالي ان انا مبقاش وحدي، ابقى مامن القعده بتاعتي. في المريض التاني اللي فيه صعوبه في التعامل معاه الديلوجنال، اللي انا قلت لكم عنده افكار او معتقدات غلط ومفيش فايده خالص انها تتصلح بالمناقشه، مفيش داعي ان انا اتناقش اصلا. فهنا بقى نقول ايه، السايكاتريست هنا should not directly challenge a delusion، يعني ما ينفعش ان انا هنا ادخل معاه في تحدي لاثبات ان اللي بيقوله غلط. ليه؟ لان انا هنا بدفع المريض ده ان هو يجيب حجج وبراهين تقوي الديلوجن بتاعته عنده هو، ما يهموش ان انا اقتنع بيها، هو المهم انها تفضل عنده هو ثابته وقويه. فانا هنا بدفع المريض ده ان هو يفضل يقوي في الديلوجن بتاعته، مفيش داعي خالص ان انا اقعد اثبت له انها مش حقيقيه انترو. neither to imply he believes it، مفيش داعي خالص ان انا ادخل في المنطقه دي. لكن ببساطه انا برضو مش هقول له ان انا مصدقه ولا ان انا مصدق الديلوجن، لكن هبين له ان انا فاهم ان هو مصدقها، انا appreciating او انا مقدر ان هو مصدقها، لكن ده مش معناه ان انا كمان لازم اصدقها. ده بالنسبه للديلوجن، وده بيقلل كتير من عنف المريض او من توتره. انما لما بدخل معاه في مناقشه جامده ده بيوتره بدرجه كبيره. اخر حاجه اللي هو الديبريسد بيشنت، ممكن جدا يبقى ساكت مش عاوز يتكلم. هنا important to offer reassurance that he or she can improve with appropriate therapy. هنا انا بقول له انت في حاله دلوقتي مش طبيعيه، لما بيقعد يقول ان هو كل حاجه ملهاش لازمه ومفيش فايده واشتغل ليه واعمل ايه وكلام من ده، لا اقول له لا انت دلوقتي دي مش طبيعتك، افكره بطبيعته اللي قبل كده، وان انت لو خدت علاج هتطلع من الحاله دي. حتى لو عنده سوسايدال ثوتس هقول له انت لا ما تاخدش قرارات دلوقتي، استنى ما تاخد علاج وتشوف نفسك. ساعات المريض الديبريسد يبقى ممكن مثلا هياخد ديسيجن مثلا بتاع طلاق، بتاع ان هو يغير كليته، بتاع ان هو يسيب شغله، نقول له اجل القرار، انت دلوقتي مش في حاله طبيعيه، انت بتستنى لما تاخد العلاج وتبقى تمام. لو انا شميت ان العيان ده او حسيت كده ان هو فيه سويسايدال صوت او انتنت، عنده نيه ناحيه السويسايد او يتمناه، لا انا لازم هنا اخد بالي واحذر الاهالي او ادخله مستشفى وناخد الاجراءات بتاعتنا عشان نبعد عنه اي احتمال للسويسايد لغايه ما ياخد علاجه ويبقى كويس. طيب هلخص بقى اللي احنا قلناه ده ازاي. ان احنا عشان نوصل لسايكاتريك دايجنوزس، هيستوري تيكينج اند مينتال ستيت اكزامينيشن ار ذا مين تولز، هم الادوات الاساسيه يوزد باي ذا سايكاتريست تو ريتش ا بروبر دايجنوزس. الهيستوري زي ما قلنا فيها الكومبلين، والهيستوري اوف بريزنت إلنس باست وفاميلي بيرسونال هيستوري. المينتال ستيت اكزامينيشن از تو اسس مين سايكولوجيكال فانكشن، زي المود والافكت بيرسبشن ثينكينج انسايت ميموري، زي ما قلنا كل الكلام ده. الفيزيكال اكزامينيشن از اسينشال. السايكومتريك تيست اللي هي زي الانتليجنس والبيرسوناليتي تيست ساعات بيبقوا هيلبفول. اللابوراتوري والراديولوجيكال تيستنج ار سام تايمز نيدد، لو انا حسيت ان ده مهم. ناخد سؤالين كده نتمرن على اللي احنا درسناه. واحده عندها 29 سنه قالت للدكتور ان هي بتسمع اصوات، بتسمع صوت نابليون بيكلمها. نابليون عارفين نابليون طبعا، بتسمعه ان هو بيكلمها بيكلم معاها يعني. فهنا دي هنقول عليها ايه بقى، الديس اوردر اللي عندها انها بتسمع نابليون بيكلمها، هنقول ايه؟
the disorder of perception ولا memory ولا judgment ولا mood ولا affect. هسيب لكم انتوا الإجابة. هنا واحد عنده 24 سنة عنده سكيزوفرينيا بيقول للدكتور ان CIA بتسمعه وهو بيكلم في التليفون، بتراقب تليفونه وبتسمع المحادثات بتاعته. فدي هنا برضو هنعتبر ان هو بيوصف هنا ايه، هالوسينيشن ولا إلوجن ولا كلاودنج اوف كونشسنس ولا بلانتد افكت ولا ديلوجن. تمام كده نبقى احنا خلصنا الموضوع بتاعنا، وشكرا جزيلا. لو في اي اسئله او استفسارات تحت امركم. شكرا.